السلام عليكم. النهارده هننتهي من باب الاحتمالات، لان خدنا فيه وقت طويل جدا شويه. كنا وقفنا اخر مره على قانون الضرب في الاحتمالات، مظبوط كده؟ صح، احنا واقفين عند قانون الضرب. تمام، طيب هنكمل بقى، انا هقفل الشات عشان الجهاز ما يهنكش عندي. قلنا في قانون الضرب في الاحتمالات لازم افرق بين الحوادث المتنافيه وغير المستقله وغير المستقله. ولقينا في قانونين للضرب، احتمال س ص بيساوي احتمال س في احتمال ص، ده لو كان الس والص حوادث مستقله، واذا كانوا غير مستقلين يعني احدهما يعتمد على الاخر، يبقى احتمال س ص بيساوي احتمال س في احتمال ص بشرط س. احتمال س ص بيساوي احتمال س ضرب احتمال ص، الخط المايل ده مش علامة قسمة، دي تقرأ بشرط س. طبعا المسألة اللي بتجيلي في الامتحان الفرق بين انها تبقى قانون جمع او قانون ضرب بكلمة او. هقرأ المسألة من الاول للاخر، اللي لقيت فيها كلمة او قانون جمع مباشرة، ما لقيتش فيها كلمة او يبقى قانون الضرب. قانون ايه؟ لو ما لقيتش كلمة أو يبقى قانون الضرب. طب لما يكون قانون الضرب عندي قانونين، حوادث مستقلة وحوادث غير مستقلة، أفرق بينهم إزاي؟ اللي لقيت في المسألة كلمة بشرط ب ش ر ط، لو لقيت المسألة كلمة بشرط يبقى ده قانون الضرب للحوادث غير المستقلة. مرة تانية، بيجي لي آخر السنة مسألتين، واحدة على الجمع واحدة على الضرب، أفرق بينهم إزاي؟ اللي لقيت كلمة أو يبقى قانون الجمع اللي هو ح س زائد ص. طب ما لقيتش كلمة أو خالص يبقى قانون الضرب. طب لما تبقى قانون الضرب أنا عندي صيغتين، ح س ص بيساوي ح س في ح ص لو حادث مستقلة، أو ح س ص بيساوي ح س في ح ص بشرط س لو حوادث غير مستقلة. المسألة لو ما فيهاش كلمة أو يعني تبقى قانون الضرب، يا ترى مستقلة ولا غير مستقلة؟ أفرق بين المستقلة وغير المستقلة كلمة بشرط. اللي لقيت في المسألة كلمة بشرط يبقى دي قانون الضرب للحوادث غير المستقلة. نطبق الكلام ده. إذا كان احتمال ذهاب أحمد إلى مكة 7/10 واحتمال ذهاب خالد 2/10، فما هو احتمال ذهاب احمد وخالد معا الى مكه؟ المساله دي فيها كلمه او ما فيهاش، تبقى قانون الضرب. ضرب مين؟ ضرب الحوادث اللي هو ح س ص. طب هنا في كم حدث؟ اثنين، احمد هسميه س وخالد هسميه ص. إذا كان احتمال ذهاب أحمد إلى مكة 7/10، الجملة دي بالرموز معناها إيه؟ معناها إن ح س 7/10. واحتمال يعني ح، خالد يعني ص، يبقى احتمال خالد 2/10، يعني ح ص ب2/10. هو عاوز احتمال أحمد وخالد. أحمد وخالد يعني احتمال س وص، يعني احتمال س ص. لو كان قال احتمال ذهاب احمد او خالد كنت اقول قانون الجمع، لكن هنا ما قالش كلمه او، قال احمد وخالد يبقى قانون الضرب. يبقى ح س ص هنا، ح س ص هنا ما قالش كلمه بشرط، حاصل لحاله والمعطيات حاصل لحاله وحاصل لحاله. استنتج من كده ايه؟ ان الس والص حوادث مستقله، احتمال س لحاله واحتمال ص لحاله، يبقى الس وص حوادث ايه؟ مستقله. يبقى ح س ص
حاصين في حاصل. احتمال ذهب احمد وخالد، يعني احمد خالد مع بعض، ده احتمال احمد في احتمال خالد. 7 من 10 في 2 من 10 يطلع 14%. لكن شوف المسألة التانية، اذا كان احتمال ذهاب الاب الى المزرعة 8 من 10، واحتمال ذهاب الاب والابن معا، الاب والابن 3 من 10، فما هو احتمال ذهاب الابن بشرط ان يسبقه الاب؟ المسألة هنا فيهاش كلمة او، يبقى قانون الضرب. ايه تاني بقى؟ وبعدين جات لي كلمة بشرط، بدل قال كلمة بشرط استنتج ان المسألة قانون الضرب للحوادث غير المستقلة. قانون الضرب للحوادث غير الايه؟ المستقلة. قانون الضرب فيه كم رمز؟ فيه رمزين، سين وص. مين السين اللي جه ذكره في الاول؟ اللي هو الاب، يبقى الاب هسميه سين. يبقى احتمال ذهاب الاب يعني ح س ب 8 من 10. طب واحتمال ذهاب الاب والابن، الاب اسمه سين والابن اسمه صاد، يبقى احتمال ذهاب السين والصاد يعني سين صاد. يبقى المعطى هنا من ضمن المعطيات احتمال سين صاد مع بعض 3 من 10. عاوز ايه؟ بيطلب ايه؟ احتمال يعني ح ذهاب مين؟ الابن اللي هو صاد، بس قال لي بشرط، بشرط يعني خط مايل، ذهاب مين؟ الاب اللي هو مين؟ سين. يبقى انا عندي هنا الاب اسمه سين والابن اسمه صاد. المعطيات احتمال ذهاب الاب يعني احتمال سين 8 من 10، وايه كمان في المعطيات؟ واحتمال ذهاب الاب والابن، مش الاب او الابن، لا الاب والابن مع السين والصاد معا مع بعض، السين صاد ب 3 من 10. بيقول لي اوجد احتمال ذهاب الابن اللي هو صاد. سكت ولا كمل الجمله؟ قال لك بشرط، بشرط عن خط مايل، بشرط ذهاب مين؟ الاب اللي هو ايه؟ سين. خلاص. هات قانون الضرب للحوادث غير المستقله، ح س ص بيساوي ح س في ح ص بشرط س. الاحتمال اللي في اليمين ده كان زمان مجهول، هنا بقى معلوم، ح س ص ده معلوم ب 3 من 10 والح س ب 8 من 10، يبقى مين المجهول؟ ح ص بشرط س. ح ص بشرط ايه؟ س. اجيبها ازاي دي؟ هقسم البعيد على القريب عشان تصفى الح ص بشرط س لوحدها، بقسم الطرفين على 8 من 10. المهم ان ح ص بشرط س البعيد 3 من 10 على 8 من 10 يطلع احتمال ذهاب الابن بشرط ان يسبقه الايه؟ الاب. يبقى طبعا دول المسالتين دول بس اللي انا اعرفهم، بتوع احمد وخالد وبتوع الاب والابن، دول اللي في قانون الضرب، المسالتين دول اللي في قانون الضرب اللي نعرفهم، لحوادث مستقله لحوادث غير مستقله. المساله ما فيهاش كلمه او، يبقى قانون ضرب، وهتبقى واحده من الاثنين دول، يا مثال 7 يا مثال 8. طبعا مش بنفس الارقام. نشوف كده مثال مراجعه على القانون على اللي خدنا على الاحتمالات. بيقول على احدى رحلات الخطوط السعوديه مجموعه من الركاب السعوديين والاجانب، يعني الركاب اللي على الطياره فيهم ناس سعوديين وناس اجانب، وصنفناهم الركاب دول حسب الحاله الاجتماعيه، في ناس متزوجه وفي ناس عزاب في الجدول الاتي. يعني مثلا السعوديين اللي على الطياره كام واحد؟ تحت السعودي مكتوب 88 وبعدين 37 وبعدين 125. تحت كلمه سعودي في كام رقم؟ 3 ارقام، 88 و37 و125. ايه معنى ال3 ارقام دول؟ ما معنى ال88؟ دي معناها 88 راكب سعودي ومتزوج في نفس الوقت، جمع الصفتين. يبقى ال88 دي سعودي ومتزوج.
طب وال 37 اللي تحت منها؟ ده رقم جمع صفتين سعودي واعزب، اللي هي ال 37 سعودي واعزب على الطياره كام واحد؟ 37. طب وال 125 دي معناها ايه؟ دي معناها 125 راكب سعودي بس، راكب سعودي بس. لكن لو قلت لك ايه احتمال يكون سعودي ومتزوج، هيبقوا 88 واحد. ايه احتمال يكون سعودي واعزب؟ 37 واحد. طب ايه احتمال يكون سعودي واسكت؟ يبقى 125 واحد. الاجابه نفس القصه، الاجابه تحت منها ثلاث ارقام، في 44 و16 و60. ما معنى ال 44؟ دي معناها 44 اجنبي ومتزوج، جمع الصفتين مع بعض. في 16 اجنبي واعزب، لكن عندي 60 واحد اجنبي بس من دون تصنيفات. لو بصينا لها افقي، المتزوج كم واحد كلهم؟ 132. ال 132 دول منهم 88 سعودي و44 اجنبي. طب والعزاب كم واحد على الطياره؟ كم واحد اعزب على الطياره؟ 53 واحد اعزب. بس ال 53 دول مجموعتين، منهم 37 سعودي و16 اجنبي. يعني الرقم 16 ده، الرقم 16 ليه كم صفه؟ ليه صفتين، اعزب واجنبي. لكن الرقم 53 ليه كم صفه؟ صفه واحده اسمه اعزب. ماشي يا حضرات؟ ركاب الطياره كلهم كام راكب؟ 185 راكب. 185 راكب مصنفين سعودي واجنبي، مصنفين مره ثانيه متزوج واعزب. انا اخترت واحد من ركاب الطياره، اخترت واحد من ركاب الطياره، يعني اخترت واحد من كام؟ من كام؟ من 185. خلاص؟ بيسال بقى ايه احتمال يكون سعودي؟ السعودي ده تحدث بسيط اتكرر كم مره عندي؟ السعودي فقط 125. من كام؟ من 135، من 185. يبقى احتمال ان يكون سعودي 125 على 185. طب نمره اثنين، ايه احتمال يكون متزوج؟ وسكت. كان واحد متزوج على الطياره، ماليش ده بقى علاقه هو السعودي ولا الاجنبي، انا بقول متزوج واسكت. المتزوج 132 واحد. من كام؟ من 185. يبقى احتمال يكون متزوج 132 على 185. طبعا لما اقرا المساله دي كلها، ما اقرا المطلوب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لما اقراها كده على بعضها من اول كلمه، من اول علامات على احدى رحلات الخطوط السعوديه حتى المطلوب رقم 6، المطلوب رقم ايه؟ 6، هلاقي في كلمه او جت في المطلوب الرابع وفي الخامس وفي السادس. ما دام كلمه او، يبقى المساله كلها تمشي على قانون الجمع. المساله كلها تمشي على قانون الجمع، ما تطبقش معاها الضرب. معنى كلامي ايه؟ يعني شوف المطلوب رقم 3 بيقول ايه احتمال يكون سعودي اعزب؟ ما تقوليش السعودي سين واعزب صاد، يبقى احتمال سين صاد ده قانون الضرب. لا، سعودي اعزب، في على الطياره ناس سعوديين وعزاب ولا ما فيش؟ يعني الحدث سعودي والحدث اعزب، الحدث سعودي والحدث اعزب، حوادث متنافيه ولا غير متنافيه؟ بقول متنافي غير متنافي ليه؟ عشان المطلوب رقم 4 في كلمة أو، والمطلوب 6 و5 في كلمة أو، وما دام بقول كلمة أو أفتكر متنافية وغير متنافية. ما دام بقول كلمة أو، ما دام كلمة أو ظهرت في المسألة في أي مكان يبقى قانون الجمع. وما دام قانون الجمع أفتكر متنافية وغير متنافية. يعني كلمة سعودي أعزب ما أقولش ضرب. أقول لنفسي يا ترى السعودي والأعزب ده متنافيين ولا غير متنافيين؟
ان لو كان سعودي ينتفع ان يكون اعزب؟ لا. طب يا ترى في ناس سعودي واعزب على الطياره؟ اه في كم واحد سعودي واعزب؟ 37. يبقى السعودي والاعزب 37 راكب، من كم راكب؟ من 185. يبقى احتمال سعودي اعزب 37 على 185. يبقى في المطلوب رقم 3 سعودي اعزب، دي مش ضرب، دي مش ايه؟ ضرب. امال ايه؟ دي كمان المساله فيها كلمه او، يبقى قانون جمع. ودام قلت قانون الجمع افتكر متنافيه وغير متنافيه، واقول لنفسي السعودي والاعزب دول متنافيين ولا غير متنافيين؟ لهم قيمه ولا ما لهمش قيمه في الجدول؟ اه السعودي والاعزب موجودين 37. المطلوب رقم 4 بيقول احتمال سعودي او اعزب، هنا جت كلمه او، يبقى قانون الجمع. قانون مين؟ الجمع اللي هو في احتمال س زائد ص. يبقى كلمة أو هعملها زائد قبل منها س بعد منها ص. يبقى الس معناها سعودي والص معناها إيه؟ أعزب. يبقى المطلوب رقم 4 احتمال سعودي أو أعزب، يعني احتمال س زائد ص. وده قانون الجمع. قانون الجمع عبارة عن إيه؟ ح س زائد ص يتحول إلى ح س زائد احتمال ص ناقص احتمال س ص. خلي بالك احتمال س ص دي اللي في الاخر ما هياش ضرب. احتمال س ص دي اللي في الاخر القانون ما هياش ضرب. دي معناها السين والصاد متنافيه ولا غير متنافيه؟ دي اللي بتكلم في قانون الجمع. ح س ص دي ما هياش قانون ضرب. دي معناها السين والصاد متنافيه ولا غير متنافيه؟ ح س يعني ايه؟ س يعني سعودي. ما هو احتمال ان يكون سعودي؟ دي مساله لوحدها. 125 على 185 زائد ح ص، ص يعني ايه؟ ما هو احتمال ان يكون اعزب؟ 53 على 185 ناقص ح س ص، احتمال يكون سعودي واعزب في نفس الوقت. سعودي واعزب 37 على 185. طبعا في الثلاث المقادير دول المقام مش هيتغير، يبقى اقول البسط زائد البسط ناقص المقام. يعني 125 زائد 53 ناقص 37 هيطلع الناتج بالآلة الحاسبة 141 على 185 يطلع 762000. عشان نأكدها مرة ثانية، المطلوب رقم 5 احتمال يكون سعودي أو أجنبي، كانت كلمة أو، يبقى قانون الجمع. يبقى كلمة أو معناها زائد قبل منها س بعد منها ص. يبقى مطلوب رقم 5 ده السين معناها سعودي والصاد معناها أجنبي. يبقى ح س زائد ص عبارة عن ح س زائد ح ص ناقص ح س ص. الطرف اليسار ح س يعني إيه؟ يعني احتمال اختيار راكب يكون سعودي 125 على 185 سعودي. طب وح ص يعني إيه؟ ص يعني أجنبي. ما هو احتمال ان يكون اجنبي؟ 60 على 185 ناقص ايه؟ احتمال يكون سعودي واجنبي في نفس الوقت. ينفع يكون الراكب سعودي واجنبي في نفس الوقت؟ ما ينفعش، تبقى حوادث متنافيه. ما عنديش رقم اسمه سعودي واجنبي في نفس الوقت. انا عندي عمود اسمه سعودي وعندي عمود اسمه اجنبي، ما تقاطعوش مع بعض، تبقى حوادث متنافيه، يبقى احتمالها صفر. هيطلع في النهايه الناتج واحد. طب احتمال ان يكون اجنبي او متزوج فيها كلمه او، يبقى خليها زائد قبل منها س بعد منها ص، بقت احتمال س زائد ص يتحول لاحتمال س زائد احتمال ص ناقص احتمال س ص. ح س يعني ايه؟ ما هو احتمال اختيار شخص يكون اجنبي؟ الاجنبي 60 على 185. طيب زائد ح ص يعني ايه؟ ص يعني متزوج. ايه احتمال يكون متزوج؟ 132 على 185 ناقص ح س ص يعني ايه؟ ان يكون اجنبي ومتزوج. ينفع يكون اجنبي ومتزوج ولا ما ينفعش؟ في اجنبي ومتزوج؟ اه. كم واحد؟
أجنبي ومتزوج 44 واحد، يبقى ناقص 44 على 185. ماشي يا حضرات؟ عندك مجموعة من الأسئلة شرحناها قبل كده، وفي أسئلة على هيئة أكمل موجودة قدام منك أهي. يعني الاحتمال بيقع بين الصفر والواحد، إذا كان الاحتمال سوى الصفر بسميه إيه؟ وإذا كان واحد يسمى الحدث إيه؟ نمرة أربعة، الحواس في الاحتمالات كم نوع؟ بسيطة ومركبة؟ قانون الجمع، قانون الجمع مقترن بإيه؟ بالحواس المتنافية وغير المتنافية، خليك فاكر. قانون الضرب مقترن بإيه؟ بالمستقلة وغير المستقلة. إيه هي الحواس المتنافية؟ هي الحواس التي إيه؟ متنافية التي إيه بقى؟ الحوادث المتنافية هي تلك الحواس التي التي إيه؟ التي لا يمكن أن تقع معا في وقت واحد. يبقى إيه الحواس المستقلة؟ هي الحواس التي إيه؟ لا تؤثر ولا تتأثر بغيرها من الحواس. مسألة رقم 10، إذا كان س وصاد حدثان غير متنافيان، يبقى احتمال س زائد صاد عبارة عن إيه؟ هكتب قانون الجمع للآخر. إذا كان نمرة 10، إذا كان س وصاد حوادث غير متنافية، غير متنافية يعني إيه؟ يعني الس تيجي مع الصاد، يبقى احتمال س زائد صاد عبارة عن إيه؟ احتمال س زائد احتمال صاد ناقص احتمال س صاد. طب إذا كانوا متنافيين يبقى احتمالهم إيه؟ عموما هنسيب الأسئلة دي تفكروا فيها شوية لغاية ال طبعا كل التمارين دي موجودة عندك محلولة بس بأرقام إيه مختلفة. يا ريت تبص فيها و في سؤال كده، في سؤال رقم 8 مدي أربع إجابات في المسألة، هو عاوز احتمال ومدي أربع إجابات. بص كده الأربع إجابات، الإجابة الأولى سالب 35%، أنت هتختار إجابة واحدة بس، والإجابة الثانية 24%، والإجابة الثالثة 81%، والإجابة الأخرانية أنا هغيرها، الإجابة الأخرانية هتبقى 0.87%، غيرها. دول أربع إجابات مطلوب تختار إجابة واحدة. أما نبص لهم كده، الإجابة الأولى ممكن تكون إحدى احتمالات الإجابات، ممكن تكون إجابة من المطلوبة، في احتمال بالسالب، يعني الإجابة الأولى دي إجابة منطقية، في احتمال بالسالب، تبقى الإجابة الأولى مستبعدة. طب والإجابة الثانية؟ ممكن. طب والإجابة الثالثة؟ 1.48، في احتمال 1.48%، ده الاحتمال بين الصفر والواحد، ده يمكن يكون سالب، يبقى الإجابة الأولى مستبعدة. طب والإجابة الثالثة؟ ده يمكن يزيد عن الواحد، تبقى الإجابة الأولى والثالثة مالها؟ مستبعدة. الأولى والثالثة مالها؟ مستبعدة. يبقى أنت هتفكر في الإجابة الثانية وتقول إيه والرابعة. أنا كده يعني خلصت باب الاحتمالات، أنا هفتح الشات وقول متابعيني عشان عايز أبدأ في الباب الثاني لأن إحنا اتأخرنا كتير. متابعيني يا حضرات؟ يا سادة ماشي الحال ولا في حاجة مش واضحة؟ اللي قلناه النهاردة مفهوم؟ أكمل؟ كل شيء واضح؟ أكمل يا سادة؟ طيب هقفل بقى الشات عشان ابدأ في الباب الثاني لان احنا متأخرين شوية. الباب الثاني اسمه دالة الاحتمال الجدولية. الباب الثاني يبقى خليك فاكر الباب الاول
لغير الاحتمالات انتهينا فيه على قانون الجمع والضرب. الجمع لما تبقى المسألة فيها كلمة أو، الضرب اللي ما فيهاش كلمة أو. الباب التاني دلالة الاحتمال الجدولية. أول حاجة عايزين نعرف إيه هي دلالة الاحتمال الجدولية، وبعدين أنواعها إيه وشروطها إيه. بعد كده هنتكلم على الهدف من الباب ده ايه. كنت اضيفها دلوقتي لكن هخليها بعدين. يعني الباب ده فيه نقطة رابعة عايز اضيفها، الباب ده دلالة الاحتمال الجدولية في أربع نقاط هنتكلم عليهم: تعريف الدلالة الاحتمالية، وأنواع الدوال الاحتمالية، وشروط الدلالة الاحتمالية، وآخر حاجة القيمة المتوقعة والتباين. في الواقع إن الباب ده كله ما هو إلا النقطة الرابعة، القيمة المتوقعة والتباين. لكن الأول نعرف الدالة الاحتمالية. الدالة الاحتمالية علاقة بين متغيرين. دالة الاحتمال أو الدالة الاحتمالية علاقة بين متغيرين، أحدهما مستقل ورمزه س، والآخر تابع ورمزه ح بين قوسين س. دالة الاحتمال علاقة بين متغيرين أحدهما مستقل رمزه س والآخر تابع رمزه ح س. ح س يعني احتمالات السين. يعني دالة الاحتمال اللي أحفظها علاقة بين السين والح س. السين ده متغير، طب والح س احتمالات هذا المتغير يعني إيه؟ يعني دالة الاحتمال علاقة بين الأطوال واحتمالات الأطوال، علاقة بين الأوزان واحتمالات الأوزان، علاقة بين الرواتب واحتمالات الرواتب، علاقة بين درجات الحرارة واحتمالات درجات الحرارة، علاقة بين المسافات واحتمالات المسافات، علاقة بين السين والحاء سين. دي اسمها دالة الاحتمال. سين ده المتغير بتاعي، الأطوال، الأوزان، الأعمار، الرواتب، الأحجام، المسافات، الحرارة إلى آخره. طب وحا سين الاحتمالات بتاعتها المناظرة ليها. يبقى علاقة بين سين وحا سين، علاقة بين متغير اسمه سين واحتمالات هذا المتغير حا سين. دي تلات احتمال، علاقة بين السين والحا سين. طب العلاقة اللي بينهم دي شكلها إيه؟ العلاقة اللي بتربط السين بالحا سين، العلاقة دي شكلها ايه؟ العلاقة دي لها شكلين اتنين. العلاقة اللي بين السين والحا سين لها شكلين. يعني انواع الدوال الاحتمالية نوعين اتنين، في علاقتين اتنين. اما علاقة على شكل جدول، يعني العلاقة اللي بين السين والحا سين علاقة على شكل جدول من عمودين، عمود سين وعمود ح سين، وتسمى بدالة الاحتمال الجدولية اللي هي الباب الثاني. أو تكون العلاقة اللي بينهم علاقة في شكل معادلة أو قانون، طرف يمين يساوي طرف شمال، أو توزيع احتمالي، الثلاثة معنى واحد. وده الباب الثالث. يبقى العلاقة اللي بين السين والحا سين لها صورتين، إما أن تكون على شكل جدول مكون من عمودين، عمود فيه قيم س وعمود فيه قيم ح س، وفي الحالة دي بسميها د
دالة الاحتمال الجدولية عشان على شكل جدول. طب والصورة التانية اللي بينهم، العلاقة التانية، العلاقة التانية اللي بين السين والحا سين تكون في شكل معادلة أفقية، يعني طرف يمين يساوي طرف شمال، معادلة أو قانون أو توزيع احتمالي، التلاتة معنى واحد، مترادفات، معادلة، قانون، توزيع احتمالي، التلاتة معنى واحد. لما تكون على شكل قانون ده الباب التالت اسمه التوزيعات الاحتمالية. إذا لما يجي يسألني يقول لي أنواع الدول الاحتمالية إيه؟ كم نوع؟ أقول له نوعين، على شكل جدول أو على شكل توزيع إيه؟ احتمالي. إمتى بقى الدالة سواء كانت على شكل جدول أو على شكل قانون، إمتى الدالة أسميها دالة احتمالية؟ يعني إيه الكلمتين دول؟ ممكن تكون الدالة مش احتمالية، تكون دالة رياضية اللي أنت خدتها في الترم اللي فات في الرياضيات أو في المتوسط أو في الثانوي، خدت الدالة الرياضية واي بتساوي 2 زائد 3 إكس، واي بتساوي 5 زائد 2 إكس ناقص 3 إكس تربيع، دي اسمها دالة رياضية. دالة إيه؟ رياضية. وفي حاجة اسمها دالة احتمالية. اللي انا بتكلم على الدالة الاحتمالية، امتى الدالة اسميها دالة احتمالية؟ ايه هي شروط الدالة الاحتمالية؟ في شرطين اتنين لازم احفظهم. اول شرط ان يكون الاحتمال سين ده، احتمال سين ده قيمة كسرية موجبة تقع بين الصفر والواحد. يبقى اول شرط ان يكون ح سين ده يقع بين الصفر والواحد. طب الشرط الثاني يكون مجموع الاحتمالات يساوي واحد صحيح. مج يعني مجموع، مج ح س يساوي واحد. هتلاحظ ان الشرطين، طبعا الشرطين مع بعض في وقت واحد، يعني اذا تحقق شرط ولم يتحقق الاخر لا تصبح دالة احتمالية، لازم الشرطين مع بعض في وقت واحد. هتلاحظ ان الشرطين الاثنين دول متعلقين بح س مش بسين المتغير س، لا بالاحتمال س. الشرط الاول ان يكون الاحتمال س بين الصفر والواحد، يعني ما يكونش سالب وما يكونش اكبر من الواحد. والشرط ان يكون مجموع ح س يساوي واحد. يعني ايه الكلام ده؟ عشان نوضحها هنقول المثال ده. المثال ده بيقول حدد اي الدوال التالية تعد دالة احتمالية. دول اربع دوال جدولية، دال على شكل جدول بس جاي افق، السطر بتاع س والسطر بتاع ح س، سطر س والسطر ح س، مادام على شكل جدول بسميها دالة جدولية. بس مش الاربع دوال دول ما هماش دوال احتمالية، فيهم دوال احتمالية وفيهم ما همش دوال احتمالية. عشان تكون دالة احتمالية هبص على السطر بتاع ح س مش بتاع س، مش بتاع المتغير س. يعني مثلا أول دالة الس، إيه قيم الس؟ ناقص واحد وصفر وواحد واثنين وثلاثة، وفي احتمالات مناظرة ليها. يعني لما الس بسالب واحد احتمالها 2 من 10، لما س بصفر احتمالها 4 من 10، لما س ب 2 ب 5 من 10. زي ايه مثلا؟ افرض س ده، افرض س ده المتغير وح س ده الاحتمال بتاع المتغير. افرض س ده بيمثل درجات الحراره، افرض س ده بيمثل درجات مين؟ الحراره. يا ترى في درجه حراره سالب واحد ولا مفيش؟ في سالب واحد. طب احتمالها كام؟ 2 من 10. في درجة حرارة صفر ولا مفيش؟ في. احتمالها كام؟ 4 من 10 زي روسيا مثلا كده. في درجة حرارة واحد؟ احتمالها كام؟ 1 من 10. طب افرض مثلا المسألة الثانية س دي مكتوب 1 2 3 4 زي مثلا ايه؟ زي عدد الأبناء. في أسرة عندها طفل واحد، في أسرة عندها طفلين، في أسرة عندها ثلاث أطفال، يبقى س هنا معناها عدد الأطفال في المثال رقم 2.
احتمال تلاقي أسرة عندها طفل واحد، 1 من 10. ايه احتمال تلاقي أسرة عندها طفلين، 3 من 10. طب ايه احتمال تلاقي أسرة عندها 3 أطفال، احتمالها كام؟ 2 من 10. في المسألة الثالثة س مكتوب قدام منها 10 و15 و20 و25، زي ايه مثلا؟ زي درجات الطلاب في الاختبار. في طلبة جايبين 10، بس احتمال كام تلاقي طالب جايب 10 درجات، 1 من 10. احتمال تلاقي طالب جايب 15، 4 من 10. احتمال تلاقي طالب جايب 25 في الامتحان، 2 من 10، وهكذا. يبقى قيم س دي، قيم س قد تكون موجبة وقد تكون سالبة، وقد تكون موجبة وسالبة، وقد تكون كلها موجبة وقد تكون كلها سالبة. إذا القيد على الدالة الاحتمالية مش السطر بتاع س، س ده قد يكون موجب وقد يكون سالب، زي درجات الحرارة فيها سالب، زي عدد الأبناء فيه موجب. إذا القيد مش على الس، القيد على الحاء بتاع س. يبقى عشان تكون دالة احتمالية في شرطين، إن يكون الاحتمال عند كل قيمة من قيم س قيمة كسرية موجبة، يعني بين الصفر والواحد. إذا تحقق هذا الشرط أنتقل للشرط الثاني، إن يكون مجموع الاحتمالات واحد. يعني مثلا ناخد الدالة الأولانية، دي دالة احتمالية ولا لأ؟ نبص على السطر بتاعها س، أول قيمة 2 من 10 و4 من 10 و1 من 10 و5 من 10 و3 من 10، جميع القيم هنا تقع بين الصفر والواحد، يعني قيمة كسرية موجبة. يبقى الشرط الأول تحقق. أنتقل للشرط الثاني، هل مجموعهم واحد؟ يعني 2 من 10 زائد 4 من 10 زائد 1 من 10 زائد 5 من 10 زائد 3 يطلع واحد؟ لا، يطلع أكبر من الواحد. يطلع أكبر من كام؟ من الواحد. تبقى دي مش دالة احتمالية. يبقى نمرة واحد دي ليست دالة احتمالية، لأن مجموع الاحتمالات ما بيساويش واحد، أكبر من الواحد. طيب مجموعهم كام؟ أدي 5 و1، يطلع 1.5. يعني الدالة الأولانية مجموع الاحتمالات 1.5، تبقى مش دالة احتمالية. تعال على الدالة رقم 2، بص على السطر بتاعها س، 1 من 10، 3 من 10، 2 من 10، 1 من 10. الشرط الأول تحقق، كلها قيم كسرية موجبة. أنتقل للشرط الثاني، هل مجموعهم واحد؟ 1 من 10 زائد 3 من 10 زائد 2 من 10 زائد 1 من 10. مجموعهم 7 من 10. مجموعهم 7 من 10. يعني أقل من الواحد، يبقى ده ليست دالة احتمالية. يبقى نمرة واحد ونمرة اثنين ليست دالة احتمالية. طب تعالى على نمرة 3. ح س 1 من 10، 4 من 10، 3 من 10، 2 من 10. الشرط الأول تحقق. أنتقل للشرط الثاني، 1 من 10 زائد 4 من 10 زائد 3 من 10 زائد 2 من 10 يطلع واحد، يبقى دالة احتمالية. يبقى نمرة 3 دي دالة احتمالية، لأن الشرط الأول تحقق والشرط الثاني مجموعهم واحد تحقق، يبقى دالة احتمالية. تبقى واحد ليست دالة احتمالية عشان مجموعها س أكبر من الواحد. نمرة 2 ليست دالة احتمالية عشان مجموعها س أقل من الواحد. نمرة 3 دالة احتمالية عشان مجموعها س يساوي واحد. طب الدالة رقم 4، 4 من 10 سالب 3 من 10، 2 من 10 سالب 3 من 10. هنا في احتمالات بالسالب، في احتمالات بالايه؟ بالسالب. يبقى الشرط الأول تحقق، الشرط الأول ما تحققش. ايه الشرط الأول؟ تكون كل قيمة كسرية موجبة. هنا في قيمة كسرية سالبة، سالب 3 من 10، ودي مثلا سالب، دي سالب مثلا 0.6 من 10، سالب 6 من 10. اذا هنا في قيم كسرية سالبة، يبقى الشرط الاول ما تحققش. اروح للشرط الثاني؟ لا، يبقى دي ليست دالة ايه؟ احتمالية. ماشي حضرات، الاسبوع الجاي ان شاء الله هنكمل. احنا واقفين عند المثال رقم 2، هخليه باللون الاخضر عشان اعرفه الاسبوع الجاي. ماشي حضرات،
قبل ما امشي انا هفتح الشات دقيقه واحده عشان اعرف عندكم محاضره. في حد عنده سؤال يا حضرات؟ حد عنده سؤال؟ ماشي يا ساده. ان شاء الله يوم الاربع الساعه 8 وربع، يوم الاربع الميعاد 8 وربع باذن الله. شكرا واشوفكم على خير. مع السلامه.